expertise et d'expérience. La constitution des groupes. هذا التعاون بين سونطراك وفيغ هو خطوة إضافية في توطيد العلاقات بين بلدينا وخلق قيمة إضافية مشتركة وتحقيق أهدافنا الوطنية في قطاع الطاقة والمناجم، مع رغبتنا في أن النجاح المنتظر من هذا التعاون سيطال شركات أخرى في القطاع. هذا الاتفاق المبرم اليوم بين الشركة الجزائرية سوناتراك والشركة البرازيلية هي من أكبر المجمعات الصناعية في صناعة المحركات. أولا تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الشركتين في مجال التكوين والصيانة، صيانة المعدات الكهربائية بالخصوص. كذلك نعتمد في مجال آخر وهو اعتماد الرقمنة، لأن اليوم لماذا الصيانة ما ننتظرش حتى يعني تكون فيها أعطاب في المحركات ولا في المعدات الكهربائية، راح تكون تنبؤات عن طريق يعني هذا الرقمنة وهذه المعدات. الهدف الثالث من هذا البروتوكول للتعاون وهو دراسة جدوى من أجل إنشاء مصنع لتركيب وصناعة هذه المعدات في الجزائر.